هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. تنتأسف بزاف ومع كل أسف ما تيبغوش الحق. رات مشكلة نهار الجيش الملكي والرجاء ما كانش توصل تمانية أي الحد. دابا داروا أن فو بروبليم. هذاك هبط الاخر عيرود في العلو. الرجاء راه فريق كبير، الرجاء راه فريق ديال متابعين وناس ناس محترمين. الرجاء راه فريق بالاسم ديالو بالقدره ديالو بقيمته. اش هذه المهزله اللي ما بغاش يكون معقول بشي في حاله لبس من هذا الفريق؟ واش الحمد لله اللي داز هذيك الانسيدون داز بخير. وكون هبطوا الناس من التيران ينتقموا لذاك اللعاب، ولا كون هبطوا من التيران ينتقموا لذاك المدرب المسير. راه الا بغيتي تسير فريق كبير خاصك تكون خاطر مخك معقول في مخك وتكون تصبر تدفل على لعاب ولا يدفل عليك. هذا ماشي مستوى تاع مسؤول الراجا. واش هذا الراجا شيط على جاي يسيرها؟ واش هذا الراجا ما عندهاش السلطه تبعها؟ واش هذا الراجا ولات بحال داك اليتيم على جاي يصفقوا؟ حشومه الراجا تكون هادشي. انا تنقول الحق واللي بغى يتقلق عليا يتقلق. الراجا راه فرقه شريفه، الفرقه راه بتاريخها، الراجا الفرقه راه بولادها، الفرقه راه كونات ابطال اللي يلعبوا في كؤوس العالم، الفرقه راه عندها ابطال اللي يلعبوا في اوروبا ولعبوا مازال الان تيلعبوا في الفرق. حشومه عليكم توصلوا لهذا الشيء، حاولوا تصلحوا الامور. واللي بغى شي حاجه ماشي ما عرفتش انا كيفاش غنقول لهذا الشيء. يعني الفرقة ديالي أنا غرت ما بغيتش يكون في هاد المشكلة. هذا دري مشى الفريق محترم وهو الجيش الملكي. الرجاء تا هي فرقة محترمة يعني تقدر وتحترم. ما نوصلوش لهذا الشيء، حشومة. حنا ما كانش حنا بعدا كينا أول مرتين. عمرنا ما تناقلنا مع سي ديريجون ولا عيرنا سي سيبورتير يكون ديال الرجاء ولا ديال سمو. خسرنا ماتشات في الدار البيضاء تنحضروا راسنا ونخرجوا، ربحنا ماتشات برا تنهزوا يدينا ونخرجوا. ولكن باش نوصلوا لهذا الشيء ماشي رياضه. هذه ولا ريغلمون دو كونت، هذه ماشي رياضه. واحد فهمت يقلب على الاخر. حقيقه دري دار غلطه ما كانش يديرها حقيقه. ديجا الى تي بيناليزي بار لاربيت حيت توني اختي فيتيسم. ولكن تهبط من الفوق وتعايروا تدفلوا على وجهه راه ماشي معقول. هذاك السيد هذا اللي دفلتي على وجهه راه جدودو راه عندهم تاريخ في الرياضه في المغرب. وشكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.